كنتوا خايفين؟ لك انا ما تمريت منك.
بدش ندير فيها تضربوا انتوا يا ترمايه. لحظه واحده يا برزو، ديا بس لاقول لك كلمه. ديا انت كان بدك يعني طول الوقت زت حالي معك بالنار، ما هيك وقفت معك؟ اعترف اني وقفت معك عشان ما اضحك حجر صيابي على عينك. لك انت وقفت معك، انت بتكذب علي. خذ لك ابو رزو، لك انت طول عمرك بين الارض والسماء، حتى عندنا هنيك صارت سجلاتك بالسماء فوق. انا لساتني على الارض، وين على الارض ولساتني بدي تمني على الارض، فبعد انتوا على شو عم تطالبوا؟ اخي عم يكفر، هذا عم يكفر. لا تكفر، هلا فرجي وافرجي. ايه صيامي دحو، خد. لا تكفر. شو حلست؟ جبتني لساعدك؟ طول عمرك ما بتعتمد على حالك. شو صيامي؟ لك شو عك احوال انت؟ لك وين اقول الحكي لحالك؟ عم تقول لي يعني انا كم سنه دبرت حالي برات البيت من دون ما احتاجك؟ ها انتوا عشو عم تحكوا؟ نسيت لما كنت تجي تشحن مصاري مني؟ نسيت لما كانت المرحومه امك تاخذ من مصاريي وتعطيك وما تستني بالاخير الا تلجي؟ عم يستقبل الحكومه. الحكومه هاي يا طويل قاعد عمي ما خلص. حاسس حالي في فلسطين يا اخي، شي حلو مثل حرب البسبوس والغبراء. ايه هذا مشبه سلوم حداد الواحد. هذا بس شوف هدول اقوى. ها شياتي اقوى. لا شياتي اقوى. هلا شوف مين بيغلب. شو صار معكم؟ وقفت معركه؟ يا سيدي لسه ما وقفت. في عندنا مصابين، بدنا امدادات، بدنا سيارات اسعاف. اخر انذار لكم عملكم، ها ارموا جاي اللي بيتكم وارفعوا ميتكم، انتم محاصرين من كل الجهات. الا لجماعتي يوقفوا. هاتوا بدي لكم وقفوا انتم الجهتين مع بعض. ليكن بدي عدنا ثلاثي، وبس قول ثلاثي ما بدي ولا حجر طاير بالهواء. اشوف انتو، وبدي كل واحد رافع دياته وطالع من تخبايته. بدي اقول العناصر يلقموا سلاحهم. اشوف انتو، واللي بده يضل عم يضرب حجار رح ينصاب. هيا انا حذرتكن، يلا رح اعد. واحد، اثنين، اثنين ونص، ثلاثي. يا راسي، روحوا جيبوا لكم. ليك مفج المساعد. اسمحوا لنا بس نجيب جواكيت. يعني ما في حدا منكم بيعرف شلون بلشت هاي المشاجره؟ المحاجره؟ اشو يعني؟ هاي لقيتوا حالكم عم تضربوا حجار؟ اشو فاكرين حالكم اطفال الحجاره؟ اشكن؟ ليش ساكتين؟ بتعرفوا نحن خاضعين لقانون الطوارئ، يعني فيني لبسكم تهمه ما خليكم تقدروا تطلعوا منها. اشو فهمتوا؟ سيدي انا بحكي لك القصه من طقطع لسلام عليكم. الحقيقه كنت ماشي انا والوالد، ويعني كل القصه انه كنا عم نتناقش مع بعضنا، قام علي صوتنا على بعض، قام الوالد حبي مازحني، نقف علي بحصه صغيره، قمت رديت له اياها، قام زدت وحده اكبر واشتغل ضرب الحجار على ابو موزه، صار مثل زخ المطر الله وكيله. كذاب، انا وياك كنت عم بتهاجر واستنجدنا بالجماعه. انت بالذات حكيك مو مسموع، كانك مو موجود. ليش بقى؟ لانك ميت مثل ما بتعرف وما لك قيود، وانا عم حاكيك تجاوزا. لو لمعستك عندي ولو ما جبت وزير الداخليه ما كنت حكيتك. وانتوا ايش عم تسوي الحجار بجيوبكم؟ ها؟ لك انتوا ما بتصدقوا تصير لها مشكله صغيره.
لحتى كل واحد منكم يقلبها شغب وفوضى؟ لك انتو شعب ما بيلبق لكم الحرية دغري بتقلبوها فوضى. انتو ما بيلبق لكم غير العين الحمراء. لك اش ودي اعمل فيكم؟ اش ودي اعمل؟ عم لك حضرة المساعد انا ورزوق السبب، ان مالهم دخل مو هيك رزوق؟ اكيد الكم ثوابي، اكيد ما في مشكلة بتصير بالبلد الا في واحد منكم وراها. حرام حضرة المساعد هيك عم تبرر الحكومة. بس احتراما لروح المرحوم راح اترككم، سامع؟ مرحوم، لانه الميت ما بتجوز عليه غير الرحمة. لسا بتقول المرحوم؟ ليك نشحني بحلق فيني. مو مرحوم، ليك وشحني وبحلق فيني. ايه مرحوم غصب عنك وزكاة عن روحك، بدي افرج عن الكل واحبس الحجار، لانه لولا هون ما كنتوا تحاجرتوا. حجار اعتقال، مدني افراج. يلا اتحرك بدي وياه، يلا ما حدا يوقف، يلا اتحركوا بسرعة ما حدا يوقفون. يلا شوف انت وياه العمل اللي يضرب جوز عيونكم العمل. حركوا لشوف ما حدا يوقف. يا سيدنا اذا كل الناس ما صدقت انه ابي موجود حضرتك لازم تصدق. شوفوا شحوا ليكم بحلق فيه. اشو مين؟ مين بدي اشوف؟ شحني ليك لي بحلق فيني. ما ليش عارف حدا؟ اشو مع مين عم تحكي انتي؟ مع ابي. ابي ابي ليكو ما شايفه؟ كمان شايف حدا؟ اشو قال لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شرب ابو رزوق خاطرك. عمر 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 حنبزل 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 عمر حنبزل. شحو تاريخ الوفاة ليكو شايفه؟ بس أنا قاعد قدامك ليكني مصنبع قدامك شايفك. أنا 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 عم بحكي معك، أنا اللي قاعد ومصبع قدامك. لك شو أنت ساحر بتحكي بدون ما تفتح تمك؟ هو اللي عم يحاكيك مو أنا. شو مالك شايفه؟ خير بكي؟ لك أنا 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 عمر الحنبزلي مالك شايفني؟ مالك سامعني؟ حاجة حاجة تعمل سحر وتحكي بدون ما تفتح تمك. أستغفر الله العظيم. لك اخي ليكو الزلمه قدامك شحو لسه ما مات. ليكو شحو شوفه. ليكني شحني. بس في غلط صار جايين نصححه. اخي انت ابنه مو؟ نحن كتيرين بتهيأ لهم هيك تهيؤات لما بيدخلوا لعنا. مو نحن مكتب دفن الموتى. بيصير وانت ابنه واكيد كنت تعز كتير للمرحوم ابوك. بس الله يرحمه مات وشبع موت وبقى اصحى لحالك احسن ما يصير لعقلك شي. انا حيصير شي لعالي اذا بتم تحاكيني هيك. لك عم اقول لك شحو ليكو ليكو شحو قدامك شوفه. ليكني شحني. شوفه شوفه بحلق فيه. عمل له هيك ببين قدامك ليكو. شو بدك جنني شوفه. لا حول ولا قوة الا بالله. اكيد من كتر زعلك عليه صاير لعقلك شي. يا اخي انت وانا وحدنا بهالاوضة وانا مو شايف غيرك. اكيد اني خبروا قبل ما نوصل. يا اخي والدك متوفي شحو. هي خانتكم. الوالد متوفي. شحني ليكني واقف قدامكم. حاجة تصرخوا يا شباب عم نحكي مع الزلمة هون. ما حدا منهم عم يصرخ، هذا ابي عم يحاكيك. اخي لسه من لما جيت لعندي بتقلي ابي اللي حكى. المرحوم والدك متوفي. طيب متوفي، كيف ممكن نرجعه ليعيش اذا كان عايش؟ والله لخبطتني يعني. شو المطلوب؟ شو الاوراق المطلوبة لحتى نرجعه يعيش؟ لك لسه بتقلوا شو؟ عم نقلكن عم نحكي مع المواطن، المواطن هون. سامع؟ ما بده يفهم. عم تحاكيني إلي؟ عم حاكي حالي أخي. الله يثبت علينا العقل والدين. ما رح يفهم ولا حيرد. أكيد ضاغطين عليهم وفهمينهم. سألوا شو بده ولا لحتى أرجع عايش. أخي
إذا واحد مرحوم وبدنا نرجعه عايش، شو بدنا نجيب له أوراق؟ جيب لي ورقة من الدكتور يلي وقع له شهادة الوفاة إنه عايش، أو جيب لي 2 شهود يثبتوا لي إنه عايش، أو جيب لي ضبط وصل شرطة باسمه يثبت لي إنه عايش، أو أي ورقة باسمه بعد تاريخ وفاته يثبت إنه عايش، وأنا بثبت لك إنه عايش من عيني هي قبل هي. بسيطة، هذا أسهل حل، رح أستناول لك 2 شهود من هون بيشوفوا وبيشهدوا لك إنه عايش، هذا أسهل حل أبو رزوق. يا معلم تعال تعال تعال. أبا أخي. والله عم قول يا معلم هيك، عم ظبط. تعال لك، بدنا إياك تشهد إنه الأخ عايش. أنو أخ؟ تقليكو ها، شوفوا ها، هاي فيس تو فيس، وهي بروفين، وهي بروفين اليميني، شفتك أكثر من هيك؟ لحظة عم مسح لك نظارات، بلكي مغبشين. إن شاء الله بتصك هلا. ماني شايف حدا. أنا شايفه. أبو رزوع عمل لك حركة خليه يشوفها. أيوة ها، ليك وعم ينط. ها ها ها. هاشتو. أخي شو قصتك أنت؟ جرب لي هيك لشوف تطلع. وين عم تطلع لفوق؟ هون هون ليكو. ماني سمعان إلا صوتك. معلش يا ابو رزوق، طول بالك، رح اطلع اسناول لي شاهد غيره واعطيه مصاري. شوف استاذ، دفع لي مصاري وشو بده يعني يشهد زور؟ على انه في واحد معه وعم يقول انه ابوه. ايه انا ما شفته. لك طول عمرك شاهد زور، هلا على الحقيقه، ما بدك تشهد؟ اخي باختصار انا ماني شايفه. بدك تلبسني تهمة؟ روح انت. لعم طلبك. قرب اخي. نعم. بعد يا بي. مو انا طلبت منك تجيب لي شهادة من الدكتور؟ مظبوط. او 2 شهود؟ صحيح. او ضبط وصل شرطة؟ حصل. في حل تاني. شو هو؟ بتخطف رجلك، بتعرف لوين؟ لوين؟ على اخرة. بتجيب لي شهادة موقعة ومختومة. اهون لك ما تجيب لي اي طلبه من الطلبات اللي طلبتهم منك. فهمت بقى؟ امشي يا بي امشي. لوين؟ على اخره. شري هلا. انت متاكد انه دكتور عبدو راح يعطيك الشهاده؟ مثل ما اللي شايفك هلا قدامي تمام. عشره عناصر اللي بعرفه 40 سنه. ولا تحرى وحدة، هو عمل دكتور وأنا ما عمل دكتور. شفت وقت اللي جينا لعنده هذيك المرة مشان ناخذ شهادة الوفاة، الزلمة مقصر النوم. يا بس نحن هلا غير هذاك الوقت. خير، في شيء؟ بدنا الدكتور عبده موجود؟ لا والله ما أنا موجود، اليوم الصبح سافر على الحج. على الحج؟ حج؟ إيه بس لسه ما صار وقت الحج. بعرف، بس وزارة الصحة بعتته على الحج من هلا ليستنى كل وقته هنيك. وهيك بنوبه ثواب اكثر. طيب ما بتعرفي عنوانه رقم تليفونه بدنا نحكي معه؟ لا والله ما ترك اي شيء. شري ابو رزوق، انت متاكد انه رفيقك هذا رح يشهد بعده؟ لا شو متاكد يا ابو رزوق، متاكد مثل ما اللي شايفك هلا قدامي. صحيح سرسري وهريك ومسكوبي اكثر من شغله، بس جدع وبيعجبك، بعدين هلا بتعرف عليه وبتشوفه، هذا بلبينا على قطع راسه. انا بشوف. بتعرفي ملتهي هلا، صايره الدنيا بالنسبه لي كلها لهو وبلهو. سلمان هو؟ لا والله يا رزو، من الصبح اجت الشرطه واخذته. لكان خاطرك اختي. مع السلامه رزو. شوف يا رزو، قال يا روح ما بعدك روح، وهو ابي على عيني وراسي، بس هذا من مؤاخذه، انا رح اعرفه ميت او عايش اكثر من الحكومه. كلامك جواهر يا عم ابراهيم، ايه بعرضي كلامك جواهر. شوف رزو، عمي توفى الله يرحمه ويحسن اليه، وانت بذات ذات نفسه كنت موجود وقت الدفن. اول يوم عزا كنت موجود، واليوم التالي، امبارحه كنت غايب، اليوم اوعك تغيب، مين حلوه بحقك؟ بيطلع حكي بين الناس، خاصه انك انت ابنه الكبير، ما هيك؟
لكي بس ليكو قاعد بيناتكم شو بكون يا جماعة؟ أبو إبراهيم، رويدة، خالد، سالي، لك مو على أساس أنتم بدكم المصاري والبيوت؟ أنا خلاص والله بتنازلكم عن كل شيء، بس بدي واحد منكم يشهد معي إنه شحوا ليكو بشحمه وعظمه. لك بحلو فيه، لك شعني ليكني بشحمي وعظمي ولحمي، بحلو فيني. أخي رزو، أنت أخي الكبير الله يخلي لنا إياك، يعني المصاري والبيوت تبع أبوك الله يرحمه لازم يكونوا باسمك لك، لأنك أنت الوحيد ممكن تحفظ اسمه لأبو. الله يرحمه، يعني بكفينا الذكر. مو هيك أختي؟ الله يرحمك يا أبي. بلا أخي بلا، شو قيمة المصاري بعد المرحوم؟ تقبرني أنت بداله، اللي معنا معك واللي معه معنا. يا لطيف يا إبراهيم، يا لطيف، كأنك قاعدة جوات مصيم قلبي. فعلا لو بدي احكي ما راح احكي غير الحكي اللي انت حكيته، لا زياده ولا نقصان. يا جماعه طيب سالم، مو انت على اساس بدك تنتج مسلسل؟ لشو يعني؟ ما انا اصلا الحمد لله شغلي كتير كتير منيح، اليوم تحديدا من الصبح لهلا صار جايني شي 10 ادوار، ما ضل مخرج لا بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام ما دق لي، يعني كلهم الدنيا يعني ادوار ما كنت احلم فيها، فليش لحتى يعني يخسر مصاري وانتاج؟ يعني ما في خلاص. لك يا جماعة، إذا مو من شاني ولا من شان المصاري، من شان أبوكم. الله يرحمك. الله يرحمك يا أبي. ولا قوة إلا بالله. ما تكون شايفيني؟ العام ضربكم، منك إلو، إلك، إلك. يحوى أنت التباي فيكم، ويحوى أنت التعب فيكم. تفوح عليكم الألم. أيه؟ روّي يا أبو رسول، يبدو أنه ما في خلاص، أنت ما عدت بين الأرض والسماء، أنت صرت فوق بسابع سماء. الله يرحمه، طول بالك. يعني ما شفتي له فنجان لأبي؟ يوه رزو بسلامة عقلك، شو نسيان انه اليوم ثالث يوم بتعزايته؟ لك عزيني بقامتكم يا حب. مو معقولة أبو رزو، عن جد مو معقولة. لك كيف قدروا يمونوا على كل هالناس؟ أنا رح يطق عقلي. لك كيف هيك بلمح البصر؟ لك شفت بعينك يا رزوق، هذا اللي شايفني بيعمل حاله مو شايفني، هذا اللي بطرق فيه بالشارع بيكمل طريقه وكأنه ما حدا طرق فيه. لك بس حدا يقول لي كيف قدروا يخبروا كل هالناس؟ لك كلهم أبو رزوق بالوما رزوق بالإشارة، لأنهم داخلين لجوا لجوا راعبين هاد. بدك تنزل من الدواخة؟ لك المشكلة إذا نزلنا من هاي الدواخة، شلون بدنا ننزل من هديك؟ أنا هديك؟ هديك اللي أنت راكب فيها ومركبني معك فيها، هديك تبع اللي ما عاد حدا شافك واللي صرت المرحوم بالنسبة للكل. هلا صرت أفهم. بس برجع وبقول إنه الحق عليك، الحق عليك يا أبو رزوق. لك أنت طلبك ما بيتصدق، حدا بيرشح حاله والله شو ما عملوا فيك قليل. الله ستر ما سحلوك وقتلوك قدام عيني، بس منيح اخذوك على قد عقلك. ليش ما قتلوني بدون ما حدا يلوث ايدي فيي يا رزوق؟ مو انا ميت؟ لك انا شو عملت؟ تعب لقلي. هلا انت ما بتحلم تكون شي شغله شي بطيخه؟ انا اذا انت بصغرتك تمنيت تصير اللي ببالي بالك، انا عقلي ما وصل لصير وزير شرطي ضابط شرطه والكتير امسك الحراميه. أيامنا غير أيامكم أبو رزوق. بس أنا ما راح أسكت، أنا بفرجيهم إلا ما وقف الدويخة. بس هيك حفرجيك بعينك، مو أنا ميت ما حدا شايفني؟ اوعك تعمل أبو رزوق. بدي أعملها، لازم إذا مرقوا النسوان يصرخوا إذا شافوني. بس هيك لك ما حدا مستغرب ولا حدا شافك وما حدا عم يطلع فيه. ها وهي كمان لشوفهم بدهم يتحركوا ولا ما بدهم يتحركوا.
ابو رزوق ما حدا شافك غيري. معقول انا اكون عم يتهيأ لي او صار لعقلي شيء وانت مو موجود؟ لك ما قدرت راح اسدهم. لك ماني مصدقهم بس عم يمروا وانت عم تشلع وعيك بنص الشارع وما حدا مطشوش وما حدا عم ينتبه لها. لك شو عم بحكي مع حالي انا؟ بتشوفهم بعينك ليش بتطلع؟ على شو ناوي؟ بدك تشلح الشرطة كمان؟ ليش لا؟ طالما ما حدا شايفني. عم بسرق لك سيارتك مالك شايفني؟ قل له رزوق قل له. رح قل له يا معلم شوف هذا بده يسرق لك سيارتك. وينه؟ ما في حدا. هذا اللي بالزلط مالك شايفه؟ مو شايفه. ابو رزوق شغل لشوف بده يشوف ولا ما بده يشوف؟ عمى بتفارق انا السياره شغاله يعني؟ مو انت تعرفها شغاله، هو اللي شغلها ابو رزوق. مين ابو رزوق؟ ابو رزوق اللي قاعد بقلبها. لك ما في حدا بقلبها، شو سخنا اليوم يعني؟ شو صاير العالم اليوم؟ كله عم يسقي حرارتي، كله صايرين دكاتره اليوم ابو رزوق. رح اشوف اذا بده يشوفني ولا ما بده يشوفني. لك العمى كاينه مو جد يفرم الايد؟ لك السياره عم تكر. عم تكر يا كر مو هيك انا بفرجيك. لا 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 يلا بسيطة حديد بحديد ما عرفت شد فرام الايد. اجت الشرطة. رزوق فرجيني شوف يا اخي ما خولوني رح يشككوني فيك. هلا انت موجود ولا مالك موجود؟ انت موجود ولا انا مجنون؟ لك معقوله؟ تعال نجرب الشغله لشوف كمان ما عاد فينا اخوي. لك شاي بعيدك، لك شاي بعيدك، لك ما تحركوا، لك ما حسوا. والله حلوه هالشغله. هارون اخذنا بوسه. محمود ما في شيء. سلامتك سلامتك. العمى اللي شافني لك ما شافك. مو شيء بيجنن. بس بتعرف ابو رزوق هني صعيد ضروك من ناحيه بس فادوك من نواحي كثيره. هلا صار فيك تبوز كل البنات. قوم بوز على كيفك شو مستني. هلا هداك مو بنك؟ ايه بنك هداك. قوم لقلك. يا ساتر شو في؟ رزوق
لك ليكون انا ميمني حاسس. لا انت عايش. رستي 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 لشوف. اي ورجعت. معناتها انا حاسس. انا عايش ماني ميت. انا عايش. وات قديش هدول يا بي؟ خصائص صندوق. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عظم الله وسعيده. عظم الله وسعيده. عظم الله وسعيده. شكر الله وسعيده. لعمة. لك ليك لي شحني. بحلو فيني. هاي وشي. هاي مناخيري. هاي عيوني. هاي ايدي. هاي رجلي. شوفوني. مو شايفيني؟ لعم ضربكم. ولك والله خرجكم. خرجكم الله لا يقيمكم. لك انتم مو عميان بصر بس. لك انتم عميان بصيرة. لك على شو خايفين؟ على شو خايفين؟ ومن شو خايفين؟ خايفين على ارواحكم؟ بارواحكم. طزت فيكم بارواحكم. نعم خرجكم الله لا يقيمكم. لازم يعمل معكم اكثر من هيك. لازم تفوتوا بالحيطان اكثر من هيك. وتفعصوا على بعضكم اكثر من هيك. الله لا يوجه لكم خير. طيب يا ابو رزوق. حلو حلو كثير. جوا لك رزوق. ولك ولك اقعد. ولك ولك بعينك. ولك لا لا سعيد على دمك. سعيد ابوك هاي الى يومين عم تخرب تخربها كمان يوم. هلا العمى حكينا كلمتين سمعتوهم. صار الزلمه ساعه عم يحكي نتر خطاب. طب العريض ما سمعتوه بتخش من هون. ما بغزونا يا جماعه بس على الصدمه يعني. معلش معلش شو كمان مات يا زلمه. شو ليكو ليكو مين هذا؟ انت الثاني سنه. لا تعذب حالك رزو. لا تعذب حالك. ما حيصدقوك ولا حيشوفوني. لو ضربنا قنبله ذريه ما حيحسوا فيها لانه هيك الاوامر. وهن متعودين يطيعوا الاوامر. غنم يعني ما في امان. بس قبل ما نروح لازم نخرب لهم التعزيه. بلاش بالزوق. تيسر انت يا ابو رزوق لشوف شو الله بيخلق معي. لك عود بقى عود. ما حدا يحكي ولا كلمه. خربت كل شيء لعيونك. بس يا رزوق ما بصير هيك. يلا ومن اللي عنده يا ابن ولا بحلق فيني ما في غير هالحل قدامي. لا يا ابو رزوق لا. معقول هيك تيأس وتسلم بهالسرعة؟ شو بدي اعمل يا رزوق؟ عندك حل غيره؟ لك موتوني بدون ما يوصخوا ايديهم. مو هلا عم يقولوا انهم تغيروا على الطالعة وعلى النازلة. انا هلا فعلا امنت بانهم تغيروا. لأنهم كانوا يضربوا لحتى يموتوا. هلأ صاروا عم يموتوا بدون ما يضربوا. لك ليكني شحني بحلق فيني بشحمي ولحمي. موتوني موتوني يا رزوق. أبو رزوق أنا سبق وقلت لك أنه أنا بكره الفلسفة وكنت أهرب من دروسها لما كنت بالمدرسة. بس هلأ حابب أقول لك شغلة يمكن تكون فلسفة. أنا شايف يا أبو رزوق أنه أنت الوحيد اللي عايش وكل اللي حواليك ميتين. هلا اي فلسفه ولا مو فلسفه؟ فيك تقول عنا هيك. يلا يا ابني خلينا نمشي. خدني على المستشفى. على تختي اللي هربتني منه. خليني موت هنيك اريح لي. ابو رزوق مو بيقولوا لا يأس مع الحياه؟ كاني انا سمعان هيك شيء ما؟ هداك بغير مكان وبغير زمان. انت هون عم تنطح حيط باطون مسلح. راسك هو اللي رح ينكسر. خدني على تختي خدني.
طول بالك ابو رزوق، والله انا مقدر وضعك الا ما يتعالى حل. انا متضايق، انا شغلي بتحط العقل بالكف. شايفه هيك بحاله انه تمام، مش ناجنين بالشام. مبروك يا سيدي، مبروك يا سيدي، مبروك مبروك مبروك. خططك النجحي سيدي، خططك النجحي بالله بالله، بتستاهلوا تفوتوا وتتسجلوا بسجل الشرف سيدي. شفت، ما قلت لك نحن تغيرنا وانت لسه لاحق لي الطرب والتعزيف والعفس والمعز. معك الحق. انا في رايك احسن. معك الحق يا سيدي، معك الحق سيدي. أنا جحش، شو بيفهمني؟ بالله أنتوا عباقرة سيدنا. بس أنت شو استخلصت نتيجة منها؟ نتيجة سيدي؟ ما استخلصوا، يعني قصدي أنتوا بتستخلصوا عنا سيدي. يعني نحن بنتعلم منكين، نحن تلاميذكين سيدي، يعني شو بدي استخلص؟ أنتوا بتستخلصوا يعني بعقلكين الكبير الراجح سيدي، نحن يعني قصدي لا شيء قدامكين سيدي. النتيجة إنه شعبنا ما زال طيب، شفت؟ الكل بيحبنا، الكل بيصدقنا. حتى لو شاف بعيونه بكذب عيونه وبيصدقنا إلنا. وهالثقة العمياء فينا غالية كتير علينا، لذلك لازم نعززها ونصونها ونكون قد المسؤولية. كلامكن سيدة، كلامكن ها، لازم ينكتب بماء الزهر. ولك شو بدي قوم وشو بدي أحكي؟ بالله قشعرت لي بدني، قال بدي رشح حالوقة. وصل نسرينه بالمستشفى. شايفو شايفو سيدة عم يتمدد عليه. ليكو شايفو سيدة. موت يا ابو رزوق، موت موت. العمر الك سيدة، ختمت الاحزان ان شاء الله. كان طيب قبل ما يموت، كان معطاء سيدي، معطاء.